اللقطة اللي فاتت دي أصلا في منتهى الأناقة إنجاز التعبير أو الوصف، كابتن محمود الخطيب بيلبي النداء، جماهير عريضة واقفة كلهم لابسين تيشيرتات النادي الأهلي وكلهم في نفس واحد بيبو بيبو، فيطلع لهم بيبو ويسلم عليهم. يعني حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا، ومفيش شك إن كلامك طبعا كله مظبوط 100%. الأهلي ودي برضو مش حاجة جديدة، طول عمره فخر مصر والإفريقيا، وطول عمره في حتة تانية خالص وفي مكانة تانية خالص. الأهلي ما بيلعبش غير مع الكبار طبعا. يعني شفنا وتابعنا مع حضراتكم الاستقبال، كان يعني في رد بشكل غير مباشر على أي انتقادات في الملعب. الرد دايما من قبل النادي الاهلي ما بيكونش بالكلام، الاهلي دائما ما يعمل في صمت، وجماهيره دائما ما بتكون عندها ثقه كبيره فيه، عشان هم عارفين كويس قوي ان الاهلي ما بيلعبش غير مع الكبار، هو الوحيد اللي يقدر يمثل الكره المصريه والافريقيه في كافه المحافل الدوليه الكبيره. الاهلي صعد لبطوله العالم 5 مرات قبل كده، ودي ان شاء الله المره السادسه، وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. السعادة يمكن باينة زي ما حضراتكم شايفين على الجماهير أول ما الفريق وصل هناك، وكمان التشجيع الكبير اللي كان موجود. خليني بقى أتابع برضو مع حضراتكم، نقول لكم إن الفريق أول ما وصل المطار طبعا ده طبقا للبروتوكول الخاص بالبطولة عمل المسحة، والحمد لله ظهرت يعني جميع المساحات سلبية، يمكن بس هيبقى فيه إعادة مسحة لسيادة العميد محمد مرجان اللي أكيد بنتمنى له إن شاء الله كل الشفاء، والحمد لله الكل كمان هناك خليني أقول لحضراتكم في تركيز كبير من خلال التدريب اللي حصل امبارح واللي غاب عنه حسين الشحات، واللي اكيد بنتمنى ان هو يلحق بالتدريبات اللي جايه باذن الله. اكيد طبعا الكل في حاله تركيز، عشان الاهلي عاده لما بيروح بطوله وخصوصا لما تكون بهذا الحجم ما بيكونش رايح عشان يتفرج ولا عشان مجرد انه يتواجد، بيروح عشان يحصل على البطوله، واقل حاجه ممكن تحصل اللي هي اضعف الايمان انه يسيب بصمه كما هي عاده النادي الاهلي. بالمناسبه الفيفا عملت ترحيب بالبعثه اول ما وصلت المطار عبر الفيديو كونفرنس، وكمان مسؤولي لجنة المنظمة بالفيفا عملوا اجتماع مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة في هذه البطولة. والحقيقة حتى مجرد التفصيلة دي حاجة تدعو للفخر، فكرة ان انت تكون عضو في بعثة بيترأسها الكابتن محمود الخطيب.